غدارة. يعني إيه غدارة؟ يعني مسدس، مسدس من النحاس الأصفر. مقبضها من النحاس الأصفر مزخرف بزخارف نباتية رائعة بالحفر، والماسورة ملبسة من أسفل بالنحاس. المزخرف بزخارف نباتية، وهي من القرن الثالث الهجري، وقد أتوا بها من متحف الفن الإسلامي لأنهم صنعوا قاعة في هذا المتحف للألعاب الرياضية. أما هذا فهو صحن من الخزف ذو بريق معدني مزين بمنظر رائع، يصور لعبة التحطيب، وهي لعبة من الألعاب الشعبية التي لاقت رواجا في العصور الوسطى ولها جذور فرعونية، ولا زالت حتى الآن بتتمتع بشعبية في صعيد مصر العصر الفاطمي. وعلى فكرة احنا منزلين تحطيب على القناة، أحلى تحطيب من سوهاج ومن غيرها. تخطيب ايه؟ أما هذا أحد الكأسين اي تخطيب؟ فاقد لمقبضه، كأسين ومصور عليهما منظر ملون أحد الأشخاص يقوم بالجري، وهو من العصر اليوناني الروماني. أما هذه فحشوة من الخشب المطعم بالعاج، فين دي؟ عليها ألقاب سلطانية يقرأ منها الجانب العالي السيفي، وتحصر فيها بشعرات وعصابولو ويرمزان إلى أجوكاندر، ويشير إلى وظيفة الشخص المسؤول عن لعبة البوني. وهذا تمثال صغير لمصارع، وهذه التماثيل وجدت منها عدة تماثيل للرومان، وهي تعتمد على حركات الجسد فقط، ومنها ما اعتمد على المنافسة بالدروع والسيوف. أما هذه فهي لوحة من الأقصر وتمثل الصيد. واضح إن في قبيلتين بيتخانقوا على الصيد. وهذا نخت مع عائلته يصطاد في الأحراش من الدولة الحديثة، وجدت في المقبرة تي 52 في الأقصر، وهي لوحة رائعة. الصيد هاندينج. هاندينج.